الاولمبياد هلا اول شيء انا سمعان فيه من زمان، هو على مستوى عالي من الاسئله ومن التقييمات. انا ما بحب اعيش حياه عاديه، بحب بحياتي اعمل شيء مثل المغامرات، لهيك حبيت شارك بالاولمبياد. يعني هو الاولمبياد صار شيء يعني كثير مركزي لي، يعني صار يعني هون لقيت حالي. يعني بالاولمبياد مستحيل سنه تكون نفس السنه اللي بعدها، كل سنه في اشياء جديده عم نتعلمها ونتعرف عليها. صرت على التلفزيون عم بيقولوا الاولمبياد العلمي السوري بانتظارك، الاولمبياد العلمي السوري بانتظارك، فهون قلت معناتها عم يستنوني هدول الجماعه، خليني ادخل معهم. أول شيء بلشنا كانوا كوتشاتنا يعطونا، بعدين نحنا بصار فترة انتقالية نحنا لازم نتدرب ونشتغل على حالنا. بيعملنا ملتقيات تدريبية، نعلموني كيف أدرس لحالي، كيف أنا أبحث على المعلومة وأحصل عليها وأتأكد من صحتها. يعني بالذات طريقة البحث، يعني مثلا هلا أنا لما بشغل بتلزني بعرف شلون أبحث عنها. بيلاقي كتب، بيلاقي مواقع، فهو بيلاقي شيء مفيد والمو مفيد، فهون بقى بصير دور الهيئة وبصير دور بقى الطلاب القدامى. يحدد لك وين مفيد وين مو مفيد. مثل ما انا اخذت مساعده من طلاب القدامى، فانا وقت صرت قدامى يعني لازم احس من نفسي انه لازم يكون في عندي هذا الروح التطوع، وكمان ادرب الطلاب الاصغر مني. لما الواحد بحل شيء مساله، خصوصا اذا كانت صعبه مثلا او مستواها عالي كثير، بحس حاله عمل شيء كان متوقع انه مستحيل يعمله. الانسان لما بيدرس شغلات اكبر من عمره اجباري مخه يكبر. يعني انا بالنهايه ما وصلت لهون بمجهودي الفردي، انا في كثير اشخاص دكاتره من اللجنه ساعدونا، مدربين ساعدونا من كذا محافظه، مخابر فتحت لنا بكل المناطق سوريا، وبالاخر بالنهايه كمان عالم رح تدربنا بشكل يومي متواصل لحتى نحن نحقق هالهدف. الاولمبياد العلمي السوري مو بس علمني مهاره التفكير بالكيمياء او المهارات العمليه، هو كمان علمني مهارة حل المشكلات والتفكير خارج الصندوق. شو؟ انت ساكنك عم تصور؟ الاولمبياد ما كان بس مجرد دراسه، لا يعني وسيله تعرف على العالم، غير انه يقعد بالبيت او يشوف رفقاته بالمدرسه اللي هن بنفس بيته بيقدر يتعرف على بيئات ثانيه. انا كثير بتحمس لما اجي لهون اشوف العالم اللي ما بستحل اشوفها بباقي الايام. يعني الملتقى الماضي غير التدريبات وهيك كان في نشاطات ثقافيه كثير، كان في مسرح والعاب وهيك. شوي بتوضح العلاقات بين الناس، ما كنت بعرف انه عندهم هيك روح مرحه، في منهم بعرف انه بس بيعرفوا يدرسوا. الجلسات هيك بتصير هيك صدفة، يعني بتلاقي العالم هيك مجتمعة، والله جيبوا هيك كمان، جيبوا عودوا يلا ضيفوا لنا. رفقة كتير حلوة وكتير حلو انك تتعامل معهم، صحيح الوقت قليل بس متعة كبيرة. تقربنا من بعض أكثر نحن، يعني كانت تجمع سوريا سوا كلها، يعني مو بس دمشق وهيك، خلص نسينا هالموضوع، يعني صرنا كلنا سوا عائلة واحدة بالأولمبياد. خطواتي الجاية إذا تأهلت على العالمية أكيد، يعني هون صارت علي مسؤولية كثير كبيرة بإني أرفع اسم بلدي. رح نكون خير ممثل أخلاقياً وعلمياً واجتماعياً، عم نورجي الدول الأخرى شغلات ما كانت بتعرف عن سوريا. فرجي إنه لسه في بسوريا تطور وإنه نحن عم ندرس هون بسوريا وما لنا أقل منهم بشيء. كلنا تعاوننا كفريق لحتى نوصل حدا، نحن نتقى بيناتنا الأفضل، ما بيهمنا مين طلع، بيهمنا يطلع الأفضل. صح هدفنا نحن نطلع على العالم ونمثل سوريا، بس بالنهاية اللي ما نجح أكيد ما خسر. الأولمبياد يمكن ما بينوصف بكلمة. الحل الوحيد لحتى العالم تتعرف على الأولمبياد إنه هي تجربة وبتخوض التجربة بذات نفسها، لأنه قد ما شرحنا ما حد رح يقدر يحس نفس الإحساس. هون بالأولمبياد أنت يعني عم تأسس حالك، يعني صحيح يعني حتى لو ما شاركنا عالمي أو سوينا أي شيء، هاي الخبرات بتضل معنا، مهارات تفكير الناقد مثلاً. يعني الأولمبياد مو مجرد بس مشاركة عالمية وشهادة. إذا في نهاية للطريق معناته هو مو طريق مبدع،
لأنه الطريق المبدع ما إله نهاية، هو تفكير خارج الصندوق، وخارج الصندوق في مساحة واسعة ما إله نهاية. في جملة نحن ما كتير منركز بمعناها كتير، بس هي معناها كتير حلو، واللي هي التميز مسؤولية نحن قدها. إذا رغبت أن تكون جزءاً هاماً من عائلة الأولمبياد العلمي السوري، هيئة التميز والإبداع والأولمبياد العلمي السوري، بانتظارك في اختصاصات الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علم الأحياء والمعلوماتية. يمكن للطلبة الحاصلين على مجموع 2800 علامة وما فوق بشهادة التعليم الأساسي للعام 2020 الدخول إلى منافسات الأولمبياد العلمي من خلال ملء الاستمارة الموجودة على صفحة هيئة التميز والإبداع www.facebook.com/dcc.sy وعلى موقع وزارة التربية وصفحتها عبر الفيسبوك. تجري المنافسات على مستوى المحافظات في شهري تشرين الأول وكانون الأول، وتنتهي بمنافسات على مستوى سوريا أثناء العطلة الانتصافية. أن تكون عضواً في الفرق الوطنية أو العالمية الأولمبياد العلمي السوري هو إظهار لتميزك وقدراتك، فالتميز مسؤولية، أنت أدى.